السيسي يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بجميع الجهات الحكومية. مواجهات بين قوات الأمن والقضاء في الجزائر وسط استمرار إضراب المحاكم. رئيس وزراء العراق يؤكد أن المظاهرات حققت أغراضها ويدعو لاستئناف الحياة الطبيعية بالبلاد. الثانية صباحا، 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كل من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس 2020. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في إجراء الجراحات ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى. من ناحية أخرى، تابع الرئيس السيسي إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية. اقتحمت قوات مكافحة الشغب في الجزائر مجلس قضاء مدينة وهران من أجل إخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم. وأشارت مواقع جزائرية إلى أن القضاة تعرضوا للتعنيف من قبل القوات الأمنية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بهدف منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد. من جهته، وصفت وزارة العدل الجزائرية إضراب القضاة بالتمرد والعصيان بعد قيام وزير العدل بإجراء حركة تغيير غير مسبوقة في سلك القضاء طالت نحو 3000 قاضي، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 من أكتوبر الماضي. دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات بعد مرور شهر من المظاهرات الشعبية التي عمت العراق. وفي بيان له، قال عبد المهدي أن بلاده خسرت مليارات الدولارات بسبب التهديدات لمنشآت النفط وقطع الطرق عن الموانئ، معتبرا أن المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، مشيرا إلى تكليف لجنة للتحقيق من نوعية تسليح قوات الأمن العراقي التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، لافتا إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات. خرجت مسيرات مؤيدة للرئيس اللبناني ميشيل عون في العاصمة بيروت، وانطلقت مسيرات من السيارات إلى طريق القصر الجمهوري. وأكد المشاركون في المسيرة أن تحركاتهم تأتي في إطار تأكيد الائتلاف حول الرئيس ميشيل عون، فيما دعا آخرون لإضراب عام اليوم الاثنين لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح التحقيق ضده بهدف عزله. ويأتي طلب ترامب في تغريدة على تويتر وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للكشف عن هوية ذلك الشخص، فيما طالب ترامب بإنهاء ما وصفه بمهزلة العزل. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.